أهلا بكم، جبتكم الآن واحد الوصفة اللي عن نحضر بها اللبن أو الزبادي انطلاقا من كرتون ديال الحليب، نص لتر ديال الحليب. غادي نحضر إن شاء الله ما يعرف اللبن عندنا في المغرب العربي أو الزبادي. الزبادي خاطر إن شاء الله يكون طري إن شاء الله، بلا ما تمشيو اللبن ديالكم من عند من البنات. إذا تابعوا معايا تنخر. إذا كناخذ واحد نصف ديال لتر ديال الحليب، حليب طري عادي اللي كيتباع من عند البقالة، وبهذا الحال إن شاء الله بهذه الطريقة هذه غادي نحضروا منه اللبن أو الرايب أو الزبادي. كناخدو الحليب غادي نوضعوه تحت نار هادئة يسخن، ماشي يتغلى، غير يسخن بواحد درجة تقريبا 40 درجة حرارية، ما يتغلاش غير يسخن. إذا كناخدو الحليب كنسخنوه شوية يسخن، إذا كنسخنوه شوية الحليب حتى يدفى شوية، ما تنساوش أن ما يوصلش الغلال، يسخن شوية. إذا بعد ما سخنا الحليب، الآن كناخدو واحد قطعة ديال الجبن، هاد الجبنة هادي هي جبنة بلدية، كيأدلوها الناس ديال في البلدية، وهاد الجبنة هي عبارة عن خمائر، هاد الخمائر هي اللي غناخدوها كنعملوها في الحليب ديالنا، باش كتحولنا الحليب إلى زبادي أو لبن أو الرايب كما يتسمى. نحاولوا نفتتوها قطع قطع صغيرة، كما كتعرفوا بأن اللبن أو الزبادي كيفاش كنحصلوا عليه، وأن هاد الخمائر هي اللي كتحولنا ديك اللاكتوز لأسيد لاكتيك أو حمض لاكتيك اللي كيعطينا الزبادي أو اللبن أو الرايب كما يسموه في المغرب. إذا كنضيفوا هاد الجبن البلدي من الحليب ديالنا حوالي ملعقة تقريبا صغيرة ديال الجبن، كنحركوها مزيان في الحليب حتى يعني كيتجانس ديك الجبن البلدي مع الحليب. نحركو مزيان ومازال شوية دافي هاد الحليب، إن شاء الله غادي ناخدوه ونردوه يعني الكرتون ديالو كيما كان. نحركو مزيان، هاد الطريقة هادي مجربة ولا جربتها بزاف مرات. متنساوش بأن إن شاء الله هاد الحليب ملي غنقطعو في الكرتون ديالو غنحاول يبقى حوالي 24 ساعة، يعني تقريبا واحد يوم تقريبا يبقى على برا خارج الثلاجة، ماشي في الثلاجة، وشدوه بإحكام. إذن هنا غناخدو الحليب غادي نردوه في الكرتون ديالو، إذن كناخدو الحليب ديالنا باقي سخون، هو سخون دافي، وكنغلقوه كنوضعوه في واحد المليكة، وحكم الإغلاق ديالو نشدو مزيان، لأن غادي يبقى على برا ما يكونش في الثلاجة لمدة يوم كامل أو يوم ونصف، الأحسن يوم ونصف، حتى كتتم عملية التخمير ديال الحليب. إن شاء الله غادي تشوفوا النتيجة من بعد يوم ونصف. إذا بعد مرور يوم ونصف على بقاء ديالو خارج الثلاجة، كنشوفوا إن شاء الله كيف صبح الحليب ديالنا، صبح الزبادي قريب بسم الله تبارك الله. غادي نشوفو بعد ما قضى، شوف تبارك الله كيف صبح. غادي ناخدو الرايب ديالنا الزبادي، خصنا ضروري نبقاو نحركوه.